صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي مراتب القدر الأربعة؟ وهل يتغير ما في اللوح المحفوظ؟ مراتب القدر الأربعة معروفة: العلم، علم الله جل وعلا بالأشياء قبل وقوعها، يعلم ما كان وما يكون في الماضي وفي المستقبل. والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة، مشيئة الأشياء المكتوبة، مشيئة إيجادها وخلقها. المرتبة الرابعة خلقها وإيجادها. هذه مراتب القضاء والقدر التي يجب الإيمان بها، ولا يغير ما في اللوح المحفوظ. نعم.